في area claims that its lifts can move، يعني المصاعد بتاعتهم يقدروا يحركوا أو يصعدوا 47,000 people per hour. If the average lift carries people about 200 meter vertically higher than H, estimate the maximum total power needed. طيب kinetic energy واحد، potential energy واحد، والورك المطلوب من واحد لاتنين. كيناتيك انرجي اتنين، بوتنشال انرجي اتنين. هنقول ان تقريبا السرعات متساوية، في الطرف اليمين والطرف اليسار، فده راح مع ده، يعني ماشي بسرعة ثابتة، فما فيش من ساعة ما بدأ لغاية ما انتهى تقريبا سرعته ثابتة. طبعا هبتدي بصفر وانتهي بصفر. طب الكايناتيك البوتنشال انرجي كان تحت فما فيش اي بوتنشال انرجي، صعد فوق ففي عندنا 47,000 شخص، في الواحد مثلا كتلته 75 كيلو جرام في 9.8 متوسط الكتلة تقريبا، وهيطلع 200 متر. يبقى الورك من واحد لاتنين يساوي كذا جول. خلينا نقول وزن الشخص الماس تقريبا 75 كيلو جرام، طبعا ده افتراض، مثلا 80 70 متوسط، اطفال وكبار. 47,000 شخص في 75 كيلو جرام في 200 متر يطلع 6.91 في 10^9 جول. اذا الباور هيساوي الورك من واحد لاتنين على 60 في 60 اللي هو التايم. طبعا الورك اللي هو ده هقسم على 3600، طلع 1.9 في 10^6، يعني تقريبا 2 في 10^6 وات. يبقى محتاجين باور القيمة دي نوفره عشان نقدر نطلع 47,000 شخص متوسط كتلة الواحد 75 كيلو جرام لارتفاع 200 متر.